عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناة أمو تشانل. اليوم عندنا جولة خارجية، خارج البيت، خارج للطبيعة للعالم. اليوم الحمد لله حجزنا فندق في دبي وحابب أستمتع شوية. بتمنى أنك تنبسطوا معنا اليوم وتابعونا في الجولة داخل الغرفة. خلينا نبدأ. اليوم حجزت فندق عشان شوية عارفين الرواق ووجع الدماغ اللي الواحد عدى بيه. ما تخلي ابدا حاجه توقفك، ما تخلي ابدا حاجه تضايقك، اعمل اللي بتحبه واؤمن ان ربنا اللي كتبه لك هتشوفه في حياتك. حقيقه بعد تجارب كبيره قوي وكتيره قوي وحشه مرت في حياتي، الحمد لله يعني زاد ايماني بالله عز وجل ويقيني بالله عز وجل، وان فعلا ما في حد بياخد اكتر من نصيبه، ما في حد بياخد اكتر من نصيبه. انت اجتهد اعمل اللي عليك، اجتهد اعمل اللي عليك، وان شاء الله تعالى ما بتلاقي غير التوفيق في حياتك، وربنا ان شاء الله يوفقكم جميعا. تشاهدونا not yet. شوف قصة الميكروويف اللي مش عايز يشتغل ده. هذا هو الميكروويف طبعا، وهذا حق كاميرا. هذا هو الميكروويف العنيد. تعال نشوف ايه قصة هذا الميكروويف. ظبطنا التايمر، واو شغال الحين زي البومب. تمام يا شباب، خلينا نرجع قبل ما نكمل حديثنا، قبل ما البشار او الفشار ينتهي. فزي ما حبيت اقول لكم، حاول دايما انك تسعى وتجتهد انك تعمل اللي بتحبه، حاول دايما انك تجتهد وتعمل اللي تقدر عليه الى اقصى درجة ممكنة في حياتك، علشان يوم ما توصل لهذه الدرجة ما حدش هيلومك يقول انك قصرت او عملت شيء مش مريحك او مش مساعدك. في الاخير هي اختياراتك، او في الاخر هي بتكون كل شيء بيحصل لك نتائج عن اختياراتك ونتيجة اللي انت عايز توصل له. ودايما فكر ودايما اعمل بلان، دايما اكتب اللي انت عايز تعمله، اعمل افكارك اكتبها دونها مش غلط. عمر اللي كاتب فكره وعايز يحققها ويسعى انه يحققها وان شاء الله تعالى ربنا هيوفقه ليها، صدقوني خلاف ذلك انت ما بتضيع وقتك في عمرك، وعمرك قصير، مش هتعيش غير مره واحده، مش هتعيش غير مره واحده. اجتهد، اعمل اللي نفسك فيه، حقق أحلامك، حقق طموحاتك. خليكم معانا عشان تتابعونا. هنطلع على روف الحين وهنصور لكم من فوق.
good morning. صباح الخير، صباحكم فل وعسل. أهلين مشاهدينا الأعزاء. أول ليلة في الفندق. خلينا نبدأ ناخذ الشاور. مع صباح يوم جديد، املأ حياتك دايما بالأمل وما تخليش حاجة توقفك. إشراقة الشمس أجمل ما في الكون، إنك تستمتع بنعمة ربك عليك. خلينا نبدأ الفلوج. الحين وقت الشاور مشاهدينا، شكرا لكم وانتظرونا. All the lights are passing by and all my thoughts they multiply. I see it flash before my eyes. الكورن فليكس اللي اشتريناه من امس جميل. هنعمل البريكفاست بتاعنا اللذيذ في الفندق الجميل. عدينا ملك بس لسه الملك عايزين نسخنه. وقت التركيش كوفي اجا. احلى تركيش كوفي، تفضلوا يا شباب معنا. القعده من احلاها صراحه، مستمتع جدا. والفندق ده خلاني اقدر اعمل سيرش او عمليه بحث كامله على الكاميرات وكيفيه استخدامها بالشكل فعلا البروفيشنال اللي يساعدك ان انت تقدر تعمل المشروع اللي بتحلم بيه انك تكون فيلم ميكر. دعواتكم يا شباب ومنتظر تأييدكم ودعمكم ليا. خلينا نستمتع مع التركيش كوفي. تفضل يا شباب. هذا هو البوكور العزيز الشكل. All the lights are passing by. And all my thoughts.